الغش في الألعاب شيء سيء وما حد يحبه، لأن الغشاشين أو الناس اللي يستعملوا هاكر يخربوا متعة الألعاب ويخربوا روح التحدي على ملايين الناس يومياً. بس صار استطلاع في عام 2021 كشف أن 57% من اللاعبين غشوا في الألعاب أو استعملوا هاكر مرة على الأقل في حياتهم، فأكثر من نصف اللاعبين غشوا بس ما انفضحوا، على عكس اللاعبين اللي رح نتكلم عنهم بفيديو اليوم. بهذا الفيديو رح نتكلم عن 10 لاعبين انمسكوا يغشوا في الألعاب وانفضحوا قدام الناس. فيديو جدا مشوق، خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز ب $500 واللي كانت على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو إبراهيم سينوسك، ألف مبروك. والجيف أواي الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية دليل ستور واللي هو أفضل موقع لشراء البطاقات الرقمية، راح تلاقي فيه أي بطاقة ممكن تخطر في بالك وبأفضل الأسعار، في بطاقات لمتاجر الأب ستور والبلاي ستور ولمتجر هواوي، ومتوفر عندهم جميع البطاقات اللي تخص الجيمينج، نفس بطاقات شحن للبلاي ستيشن والاكس بوكس وستيم وغيرهم من المنصات، وبطاقات شحن في داخل الألعاب نفس روبلوكس صارت متوفرة على الموقع، ونفس لعبة ببجي موبايل وعشرات الألعاب غيرهم. في عندهم أيضا بطاقات لعدة متاجر تسوق ضخمة، وأيضا بطاقات لشحن الاتصال والبيانات، ومتوفر في دليل ستور فوق 170 منتج وفئة. والشيء اللي عجبني ان اي كود راح تشتريه راح تستلمه بشكل فوري بدون اي انتظار، وغير كذا تقدر تشتري من عندهم بعدة طرق دفع متنوعة، نفس الدفع البنكي العادي او STC Pay او برنامج التابع لعدة بنوك سعودية، والان ولفترة محدودة في عرض كاش باك 15% على اي شيء تشتريه من الموقع للمستخدمين الجدد. فاذا ناوي تشتري اي بطاقات في الالعاب او برا الالعاب الحقوا على هذا العرض من الرابط اللي موجود في الاسفل، ويلا خلنا نروح على الفيديو. طيب خلنا نبدأ في المرتبة العاشرة مع قصة فضح غشاش جدا مضحكة. في عام 2020 كان في بطولة للعبة Call of Duty Warzone، وكان في ستريمر جديد ما حد يعرفه اسمه مينغو ستايل مشارك في هذه البطولة، وكان قاعد يدعس يجيب عدد قتلات جدا عالية وقاعد يفوز كل الأقيام، ووصل على نهائي البطولة ورح يلعب ضد ستريمر مشهور في Call of Duty اسمه تومي. وتومي عنده خبرة في Call of Duty يلعبها من 2010 ومشارك بفوق 70 بطولة للعبة، فاستغرب انه مين هذا الشخص كيف فجأة طلع وقاعد يجيب كل هالقتلات. فقبل لا يلعب ضده راح وشاف عدة لقطات للعبة وعلى طول عرف انه هاكر، واضح من اسلوب لعبة والقتلات اللي قاعد يجيبها انه قاعد يستعمل برامج غش. واللي خلاه يشك اكثر هو الكيدي ريتشو تبع مينغو ستايل. الكيدي هو عدد القتلات تقسيم عدد الموتات، وكل ما كان الرقم اعلى كل ما كان الشخص ألعب، والكيدي عن مينغو ستايل كان 5.2 واللي يعتبر جدا عالي. المهم قبل لا يبدأ الجيم تومي دخل في محادثة مع مينغو ستايل وقال له انت هاكر وواضح من لعبك انك غشاش، ومينغو طبعا انكر هذا الشيء. فتومي قال له اوكي عشان تثبت انك مو هاكر الجيم القادم حط الكاميرا على الشاشة اللي قاعد تشوفها، خلنا نشوف شاشة لعبك. والغبي مينغو وافق على هذا الشيء وحط الكاميرا على شاشته، ومن اول جيم طلعت هذه القائمة اللي شايفينها قدامكم. هذا برنامج هاكر اسمه Engine Owning يخليك تشوف الأعداء من وراء الحيط ويعطيك aimbot عليهم. ومينغو على طول شال الكاميرا وقاعد يقول آه يا شباب قاعد أمزح هذه بس صورة. He put his sheet up. Everyone clip it quick. Bro, I'm messing around. Get a grip. It's not getting banned. Oh mate, I was f***ing around mate. It's got a picture. Yeah. Oh my god, Benny just fucked up. We got him. هذا الشخص وصل على نهائي بطولة Call of Duty وكان رح يربح جائزة مالية ضخمة لولا ما كشف اللاعب تومي. المهم تم طرده من البطولة وحظر حسابه في Call of Duty وانحظر على موقع تويتش. في المرتبة التاسعة عندنا يوتيوبر اسمه سوبر فاست جيلي فيش، ختم لعبة سوبر ماريو 64 الكلاسيكية سبيد رن، يعني ختمها بوقت جدا سريع. اللعبة عادة تاخذ 12 ساعة بينما هو ختمها ب 42 دقيقة.
دقيقة فقط، وهذا الشيء خلاه يدخل قائمة أسرع الناس في العالم اللي ختموا اللعبة. ومو بس كذا، لا، ختمها بدون لا يشوف اللعبة، كان مغطي على عيونه مثل مشايفين، حاطت شيء يحجب بصره، وكان يعتمد على السمعة فقط عشان يختم اللعبة بالكامل برقم قياسي. وفي ناس قبله ختموا اللعبة بنفس هذا الأسلوب وأيضا جابوا أرقام قياسية، بس هالناس معروفين ومختمين عدة ألعاب كذا، بينما السوبر فاست جيليفيش أول مرة يطلع وأول مرة يسوي هالتحدي، وفجأة من أول مرة يجيب هذا الرقم القياسي. في شيء غريب بالموضوع، واللي زاد الأمر غرابة وخلى الناس يشكوا إنه غشاش هو إنه كان يسولف ويتكلم مع المتابعين أثناء البث وأثناء التحدي، وفوق كذا كان مفعل تنبيهات البث المباشر. There should be a life on one of these. This is your second blindfolded run, isn't it? Technically this is my third. I feel like if I practiced more I'd be a lot better. I fell off. إنه بس حد يدعمه يطلع صوت أو موسيقى. وعادة الأشخاص اللي يسووا هالتحدي ما يسووا هالشيء، ما يسولفوا مع المتابعين ولا يفعلوا تنبيهات البث، لأنه لازم يركزوا بصوت اللعبة وهذه الأشياء تحجب الصوت. فطلع عدة اتهامات له بالغش من متابعينا ومن مجتمع السبيد رن بشكل عام. فهالستريمر راح ونزل فيديو مسوي فيها ذكي وقال إنه أي فعلا أنا غشيت، بس غشيت قصدا، وإنه كان راح ينزل فيديو يعترف فيه بالغش حتى لو ما انفضح، بس عشان يثبت للناس ان اي واحد يقدر يغش وانتبهوا من الغشاشين، واضح انك كذاب. What you may not know is that that speed run was purposely fake. It was purposely fake. Yes, that is 100% accurate. طبعا ما حد صدقه والكل عطى ديسلايك للفيديو تبعه لانه ما نزل هالفيديو الا بعد ما انفضح. في المرتبة الثامنة كان في بطولة للعبة فورتنايت بدولة السويد، اسم البطولة دريم هاك، وكانت قيمة جوائز البطولة 250 ألف دولار ومشارك فيها مئات اللاعبين من جميع أنحاء العالم. وطبعا البطولة لان، يعني الناس لازم يجوا على الإيفنت ويلعبوا، ما حد يقدر يشارك أونلاين. المهم أثناء اللعب بعض اللاعبين انتبهوا إنهم قاعدين يموتوا من شخص قاعد يستعمل هاك، شخص غشاش. نفس هذا اللاعب ذبح واحد بشكل جدا غريب، ولما سواله سبكتيت شاف انه قاعد يذبح من وراء الشجرة وعنده هاكر الايمبوت اللي هو يقيم على الاعداء بشكل اوتوماتيكي، وعدة لاعبين قاعدين يموتوا من هذا الهاكر. المهم المنظمين وقفوا البطولة وقعدوا يدوروا على هذا الغشاش، واكتشفوا انه هذا الغشاش مو معهم بالإيفنت اصلا، واحد قاعد يلعب من بيته وفاتح بث مباشر وهو قاعد يلعب. وعشان تدخل اي جيم خاص بفورتنايت لازم يكون عندك كود خاص للجيم، ففي احد الاشخاص من المشاركين في البطولة قاعد يرسل هذا الكود للهكر عشان يسمح له يدخل في اللعبة. وبعد شوية بحث مسكوا الشخص اللي كان قاعد يعطي الكود للهكر، والسبب الهكر كان قاعد يدفع له فلوس لهذا الشخص عشان يعطيه الكود. المهم طردوا لهذا الشخص من البطولة وتمت إهانته من اللاعبين وهو قاعد ينطرد، لأنه خرب البطولة على مئات المشاركين. Is this him? Loser. Hey, let me do whatever the fuck I want. Loser. Loser. Yes, I do. He's a loser. Look at him. He's walking away. في المرتبة السابعة، لعبة ماينكرافت موجودة من عام 2010، بس ترند السبيد رن أو الناس اللي ختموا اللعبة بشكل سريع بدأ بعام 2019، وبدأ بفضل شخص اسمه نيكو كرافت HD. هذا الشخص حمل أول فيديو سبيد رن بعام 2019 اللي ختم فيه اللعبة بالكامل بثلاثة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، والفيديو تبعه جدا انشهر وجاب فوق ل 11 مليون مشاهدة. المهم بعد أربع سنوات أي بعام 2023 أحد الأشخاص بدأ يحقق شوي بفيديو نيكو كرافت اللي نزل عام 2019، واكتشف ان الفيديو مزيف ونيكو كان غشاش. كيف اكتشف هالشي؟ بداية الجيم نيكو حط بلوك TNT على المي هنا عشان يمشي فوقها، بعدين على النهاية دخل عند التنين عشان يتقاتل معاه وفاز، ولما طلع بنفس المنطقة كانت البلوكات مختفية، المفروض ما تختفي، المفروض تظل موجودة. وفي دليل ثاني، بداية الجيم كان شكل الغيوم كذا نفس مشايفين، لما طلع من التنين شكل الغيوم تلفت بشكل كبير، بثلاثة دقائق الغيوم ما راح تتغير شكلها في ماينكرافت. وفي أدلة ثانية كثير بس ذكرت لكم أهم اثنين. طيب إيش معنى هالشي؟ معناه إن نيكو لعب جيمين غير بعض وبالمونتاج لزقهم مع بعض عشان يبينوا إنهم جيم واحد. الجيم الأول لعبة طبيعي لحديت ما وصل عند التنين، بعدين حفظ اللعبة ودخل عند التنين وحاول يقتل بسرعة بس كان يموت، فكان يرجع يلعب مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى قتل التنين بوقت
وقت قياسي ولزقهم مع بعض عشان يبينوا انهم جيم واحد. بعد هذا الشيء نيكو طلع واعترف انه كان غشاش وحذف قناته باليوتيوب بالكامل وتم حذف اسمه من جميع مواقع السبيد رن للعبه ماينكرافت. في المرتبه السادسه في ايفنت جيمنج بيصير كل سنه في امريكا اسمه جيمز دان كويك، وهذا الايفنت بيجتمعوا فيه جميع محترفين السبيد رن من انحاء العالم، والسبيد رنز هم الاشخاص اللي بيختموا الالعاب بسرعه قياسيه، والهدف من الايفنت هو جمع التبرعات لمنظمات خيريه. فبيجتمعوا اللاعبين وبيحاولوا يحطموا ارقام قياسيه بالعاب متنوعه، والمتفرجين بيتبرعوا فلوس اثناء المشاهده. عاده لازم اللاعبين يجوا على الايفنت ويلعبوا فيه، بس من بعد 2020 سمحوا لبعض اللاعبين يلعبوا اونلاين عشان اجراءات كورونا. وفي لاعب روسي اسمه ميكرازيوم استغل هذا الشيء عشان يغش. كان مشارك في الايفنت وفاتح بث مباشر وقاعد يحاول يختم لعبه ميتل جير رايزنج باسرع وقت ممكن، وقدر من اول محاوله انه يحطم الرقم القياسي ويختم اللعبه ب6 دقائق و55 ثانيه، وهذا الشيء خلاه اسرع واحد في العالم يختم اللعبه. كل الجمهور احتفلوا فيه وتم اضافه اسمه بشكل خاص لموقع الايفنت، والمشاهدين رفعوا التبرعات الى 25,000 دولار احتفالا بالشيء اللي سواه. بس احد اليوتيوبر اسمه كارل جوبسيت سوى فيديو وفضح انه غشاش، وفي الفيديو جاب عده ادله، نفس انه ما كان في اصوات ضغط كيبورد ابدا اثناء لعبه، بينما بفيديوهات الثانيه لهذا الشخص دائما في اصوات ضغط كيبورد. وثانيا بهذه اللقطه اللي شايفينها قدامكم اتحرك في اللعبه بس يده كانت فوق، كان قاعد يحك راسه فيها، فكيف تحرك في اللعبه ويده مو موجوده على الماوس؟ وفي عده ادله ثانيه جابها في الفيديو. بعد هذا الفيديو طلع اللاعب ميكرازيوم واعترف، قال انه هو فعلا حطم الرقم القياسي بس مو اثناء البث المباشر، لا كان قبل بشهر، واثناء البث كان قاعد يمثل انه قاعد يلعب، وهذا الشيء طبعا ضد القوانين، فحذفوا اسمه من موقع الايفنت ومسحوا الفيديو تبعه وطم حذره من انه يشارك في هذا الايفنت طول حياته. في المرتبه الخامسه كان في بطوله جدا كبيره للعبه كول اوف ديوتي فانغارد في عام 2022، وهالبطوله كانت ضخمه ومشارك فيها عده افرقه عالميه، وكانت على قيمه جوائز 7,000 دولار. طبعا البطوله اونلاين كل واحد يلعب من بيته، بس منظمين البطوله حطوا شرط ان جميع الاشخاص لازم يفتحوا بث مباشر ولازم يحطوا الكاميرا على شاشاتهم اثناء اللعب عشان يتاكدوا ما حد قاعد يستعمل الوول هاك. الوول هاك هو هاكر يخليك تشوف الاعداء من ورا الحيط، وفعلا جميع المشاركين سووا كذا والامور كانت تمام. بس احد اللاعبين اللي مشارك في البطوله اسمه تشيف تي كي كان جالس يدعس ويفوز ووصل الى النهائي، بس احد الاشخاص انتبه على شيء جدا غريب في شاشته اثناء اللعب. هذه اللقطه في التحديد مثل ما شايفين في نقطه بيضاء جدا صغيره موجوده ورا الجدار هنا، والنقطه هي قاعده تتحرك، ولما صارت قدامه طلع في شخص وقتله. ايش هذا الشيء؟ هذا برنامج هكر يخليه يشوف الاعداء من ورا الحيط، بس هو لاعب بالاعدادات ومخليها جدا صعب انها تنشاف عشان ما تنكشف بالكاميرا. عاده برامج الهكر تحط لك مربعات حمراء على الاعداء وتقدر تشوفهم بكل سهوله. طبعا بعد ما اكتشفوه تم طرده من البطوله وحظر حسابه في كول اوف ديوتي، وشيف ما انكر انه قاعد يغش ولا حاول يدافع عن نفسه، لا راح وكتب على تويتر اي انا غشيت بس جميع هذول اللاعبين، وكتب لسته فيها اسماء عده لاعبين محترفين قال جميعهم غشاشين ايضا ويستعملوا برامج هاك، قال علي وعلى اعدائي. في المرتبة الرابعة عنا أحد أغرب قصص الغش في الألعاب واللي صارت في بطولة للعبة كونتر سترايك في عام 2014. البطولة كانت على جائزة مالية ضخمة وكانت بين فريقين مشهورين، الفريق الأول اسمه آي باي باور والفريق الثاني نت كود جايد، وكل الناس كانوا متوقعين أن فريق آي باي باور هو اللي راح يفوز لأن مستواه في اللعبة أفضل بكثير من الفريق الثاني. وكان في موقع مراهنات اسمه سي اس جو لانش، الناس بيروحوا وبيدفعوا فلوس فيه مراهنة على مين يتوقعوا الفريق الفائز، ولو توقعهم صح بيربحوا أضعاف الفلوس. ف83% من الأشخاص راهنوا بفلوسهم إن فريق آي باي باور راح يفوز، وهنا كانت الصدمة، فريق آي باي باور خسر وخسر بفرق كبير. بس مو هذا الشيء الغريب، لا الشيء الغريب إن في عدة لقطات من البطولة كان واضح فيها فريق آي باي باور قاعد يخسر نفسه. نفس هنا هذا اللاعب من آي باي باور كان يقدر يجيب دبل كيل بس سوى نفسه غبي وما جاب ولا واحد منهم
ومات، وكانوا يهجموا في غباء ويموتوا، وكان في أكثر من راوند يقدروا يزرعوا القنبلة ويفوزوا بس ما كانوا يزرعوها. المهم خلصت البطولة وخسر فريق آي باي باور وفاز الفريق الثاني. بعدين طلعت حبيبة سابقة لأحد اللاعبين بفريق آي باي باور وفضحتها، نشرت رسائل خاصة بينهم، بالرسائل كاتب لها إنه رح يخسروا نفسهم قصدا في الجيم لأنهم رح يراهنوا بموقع المراهنات على خسارتهم، فدفعوا فلوس إنهم رح يخسروا وفعلا خسروا وربحوا كل فلوس المراهنة من الموقع. بس انتشرت هذه الرسائل، منظمين البطولة تواصلوا مع الموقع وفتحوا تحقيق واكتشفوا إن فعلا صارت عدة مراهنات قبل بيوم من البطولة من اللاعبين نفسهم من حسابات وهمية، وربحوا آلاف الدولارات لأن خسروا نفسهم أكثر من الفلوس اللي كانوا رح يربحوها لو فازوا. وطبعا تم حظرهم من البطولة ومنعهم من المشاركة بأي بطولة لمدة سنتين. في المرتبة الثالثة عنا أغبى غشاش بهذا الفيديو، واللي هو ستريمر مشهور في لعبة Call of Duty Warzone اسمه كابتن بولدي. هذا الشخص يبث يوميا على موقع تويتش وهو قاعد يلعب Call of Duty Warzone وجدا لعيب. المهم في أحد الأيام في شخص على تويتر اسمه جيمس جيجاد قاعد ينشر مقاطع من لعب كابتن بولدي جدا مشبوهة. مثلا بهذه اللقطة كان وده يقيم على واحد في السيارة بس الايم راح بشكل اوتوماتيكي لواحد ورا الجدار وقاعد يصيبه، وغير كذا في عدة لقطات يقيم ويقتل الأعداء بسرعة كبيرة. فبعد ما انتشرت فيديوهاتها على تويتر صارت التعليقات عنده في البث كله يتهموه انه غشاش ويستعمل برامج هكر، واحد الأشخاص في التعليقات طلب منه يفتح التاسك مانجر على الكمبيوتر عشان يشوفوا انه ما في اي برامج هكر شغالة. فهذا الشخص يلعب من كمبيوتر ويفتح بث مباشر من كمبيوتر ثاني، فرد وقال ايه عادي اسويها، كان ودي يسوي هالحركة في الكمبيوتر اللي يبث منه يلي ما في هكر، بس الغبي بالغلط سواها بالكمبيوتر اللي يلعب منه وطلع برنامج الهكر على الشاشة. Yo, they want my task manager? Hold up. Control alt delete? Yeah, you have it on window? No, control. Oh my god. الحلو في الموضوع انه استسلم للامر الواقع، قاعد يضحك واكتشف انه انفضح وخلاص ما يقدر يسوي اي شيء، على عكس الشخص اللي في المرتبة العاشرة اللي قاعد ينكر. طبعا تم حظره في كول اوف ديوتي وحظر حسابه على موقع تويتش بشكل مؤقت. في المرتبة الثانية عندنا شخص كان قاعد يغش بدون لا يدري انه قاعد يغش، وهذا الشخص هو ستريمر ولاعب محترف جدا مشهور في لعبة فالورانت اسمه اتس تيمي. هذا الشخص قرر انه يسوي بث مباشر وهو قاعد يلعب لعبة فالورانت، بس كانت فكرة البث انه راح يسوي حساب جديد ويلعب فيه من الصفر ويوصل الى اخر رانك او مرتبة في اللعبة في جلسة واحدة. طبعا هذا الشيء يعتبر جدا صعب، اللاعبين بيلعبوا احيانا اشهر حتى يوصلوا لاخر رانك، بس لانه هو لعيب قرر يتحدى نفسه ويسوي هالشيء كله من اول مرة بحساب جديد. وفعلا بدأ البث وعد الرانك الاول الثاني الثالث وكان باقي له رانكين ويوصل للاخير، وفجأة بنص البث يطرد من اللعبة ويجي حظر على الحساب. What? ممكن تتوقعوا الآن أنه سبب الحظر أنه كان قاعد يستعمل برامج هكر أو كان قاعد يغش، بس لا، ما كان قاعد يستعمل أي هاك. سبب الحظر أنه قاعد يسوي شيء اسمه سمورفينج. السمورف هو مصطلح بيستعملوه في ألعاب الشوتر، واللي هي لما واحد لعيب يسوي حساب جديد ويلعب ضد ناس منوب ويفوز عليهم، وهذا الشيء ممنوع بقوانين جميع الألعاب، والشركات بس مسك حد قاعد يسوي كذا تعطيه حظر. وهذا بالضبط اللي كان قاعد يسويه اتستمي، سوي حساب جديد وقاعد يلعب مع ناس بمستويات أقل في البداية، بس ما كان عنده نية الغش أو يخرق القوانين. المهم فريقة تواصل مع شركة رايوت جيمز وشرحوا لهم إنه هذه فكرة بث مباشر وكذا، وفعلا الشركة استجابت وشالت الحظر ورجع يكمل لعب، وهذا عصب عدد كبير من اللاعبين إن اشمعنا هو عنده معاملة خاصة، لو أي واحد ثاني كان عطوه حظر ولا شالوه. في المرتبة الأولى ما عندنا شخص واحد المسك يغش ولا شخصين، لا بل سبعة أشخاص، وهل سبعة أشخاص هم من ألعب الناس في العالم في لعبة سيارات اسمها تراك مانيا. هل لعبة تقدر تلعب فيها سباقات ضد ناس أونلاين، أو تقدر تلعب فيها لوحدك وتحاول تخلص سباق بوقت قياسي؟ وأحد أصعب السباقات في اللعبة اسمها A01 Race، وهذه بتنافس عليها اللاعبين مين يخلصها بأسرع وقت. أسرع واحد مخلصها ب 23 ثانية و 84 جزء من الثانية، وأسرع 100 واحد الفرق بيناتهم كله أقل من ثانية،
الفرق أجزاء من الثاني. بس واحد يتسجل مرتبته في موقع اللعبة يتسجل معاه أيضا ضغطات الأزرار اللي ضغطها أثناء السباق عشان يتأكدوا ما حد قاعد يغش. المهم في بروغرامر اسمه دون ديجو صنع برنامج يأخذ ضغطات الأزرار هذه ويطبقها على اللعبة عشان يشوف كيف السباق كان. فأخذ ضغطات الأزرار للاعب الأول في العالم اسمه ريولو وطبقها على اللعبة واكتشف شيء غريب، واكتشف انه كان قاعد يضغط 12 ضغطة في الكنترولر بالثانية الوحدة، وهذا الشيء مستحيل اي انسان يسويه. متوسط سرعة ضغطة الأزرار للناس العاديين 3 الى 4 ضغطات بالثانية، بينما هذا 12. ومن بين اول 100 لاعب في العالم في 7 لاعبين عندهم نفس الشيء، ضغطين 12 ضغطة بالثانية الوحدة. فهذا البروغرامر تواصل مع احد الاعلاميين بالالعاب وقال له هالكلام، والاعلامي نشر مقال يتهم هالسبعة لاعبين بالغش، ومنهم الاول على العالم ريولو. وفعلا 3 لاعبين من اصل هالسبعة طلعوا واعترفوا انهم قاعدين يستعملوا برامج تبطئ اللعبة، تخلي اللعبة بطيئة بس بدون لا يغير الوقت، عشان كذا عندهم ضغطات ازرار اكثر من الناس العاديين. وتم حظر اللاعبين جميعهم، وهذه فضيحة جدا قوية، اول 7 اشخاص في العالم بهذه اللعبة كلهم غشاشين. وبكذا يا شباب ممكن وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. على النهاية بس حاب أذكركم لا تنسوا تشاركوا في الجيفوي اللي تكلمت عنه في بداية الفيديو، الشروط جدا بسيطة. وإذا عجبك الفيديو أتمنى تدعمه بزر اللايك. وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.